اهلا وسهلا بالجميلات والفنات والزوينات والغزالات، كديري لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم مزيانه؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نهار اللي غادي نحاول نصور لكم علاش ما قدرت فيه باش تدوزوا معايا فيه جميع الاحداث والاجواء والتحضيرات وكل شيء. المهم هذا النهار هذا غادي يجيو عندنا واحد الناس اللي عزازين بزاف ولمتهم صراحه زوينه. نورمالمون كنا مقررين غادي نديروا بيكنيك، يعني زعما نديروا واحد الخرجه ونتفجعوا على برا، وللاسف كنقلبوا البارح لما الطيور تما عطيني خرجت واحد الشتا، قالت اليوم النهار كله غادي يكون مغمم والشتا وداكشي، فدرنا مناقص. قلت لهم صافي ما فيها باس، كل واحد كان موجد حاجه باش غادي نتجمعوا ونشوي وداكشي. قلت لهم صافي داكشي اللي موجدين وجيبوه جيبوه، وانا غادي نوجد عاوتاني داكشي حقي ونتجمعوا. المهم الا كتاب كان الجو حبسات الشتا نخرجوا على برا، الا تصبت الشتا ندخلوا نهربوا لداخل. المهم عندنا فين نهربوا، ماشي بحال الا مشيتي لشي بارك ولا شي حاجه. المهم اول حاجه كنت قلت غادي نبدا واحد الحليوه دوازتين مغربيه اللي كنحماقوا عليها كاملين، واللي هي الغريبه تسميده والكوك، غادي نصايبها باش نصايبوا نشربوا بها اتاي في العشيه، وغادي نصايبوا واحد الطبق. المهم غادي تشوفوا معايا التحضيرات البسيطه، ما غاديش نحاول نكثر لان مازال الماكله جايه في الطريق. كل كما قلت لكم كل واحد غادي يجيب معاه شي حاجه، فما يمكنش نبقاو نوجدوا داكشي بقى يضيع، ما كاينلاش. المهم يلا اول حاجه غادي نبداو بالحلوه ديال الغريبه. يلا بالنسبه للمكونات ان شاء الله اللي غادي نحتاجو، اول حاجه غادي تاخذوا اي كاس شاي ولا كاس متوسط ولا اي كاس كتبغيو تاخذوا به القياسات باش يجوكم كلهم مضبوطين. غادي تعبروا به كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت النباتي. هنايا بالنسبه للسميده غادي نحتاجو جوج كيسان ونص ديال السميد. السميد اللي كيكون هكا الحبات ديالو رقيقه جدا كما كتشوفوا، هذا هو النوع السميد اللي كنستعمل. ومرة اخرى بنفس الكاس غادي نعبروا جوج كيسان ونص ديال الكوك، يعني نفس القياس السميده نفسه ديال الكوك. ها انتما الكوك اللي كتكون هكا حتى هو الحبات ديالو شويه مكسر. ثلاثه الحبات ديال البيض اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندنا هنايا مبشور ديال حامضه النكهه ديالها كتعطيها زوينه في هذه الحلوه، وتقدروا تعوضوا بيان سو بالبرتقال، مبشور البرتقال ولا حامضه اللي كان. هنايا ملعقه كبيره ديال المربى، انا استعملت هنا الحامض، درت المربات الحامض، تقدروا ديروا تلمشماش تاع الليمون البرتقال، المهم اللي عندكم كتخدموا بها، هذه كتعطي النكهه وكتعطي واحد التعليكه زوينه كذلك الحلوه. هنايا عندي فانيا وحده ما يعادل ملعقه صغيره، واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه، وملعقه صغيره ديال خميره الحلويات او البيكنج باودر. هنا فواحد الصحن عريض اللي غادي نخدم فيه درت ثلاثه الحبات ديال البيض، غادي نزيد عليهم هذا الكاس اللي عندنا ديال السكر، غادي نزيدو عليهم هنايا مبشور ديال الحامض ولا ديال البرتقال، كذلك ما نساوش هذيك المعلقه اللي عندنا ديال المربى، وغادي نزيد معاهم هذا السكر فاني. صافي هذه الخميره هذه ما غاديش نزيدوها دابا، غادي ندوزو دابا ان شاء الله نخدمو هذه المكونات هادو مزيان مزيان مع بعضياتهم. الله على ريحه الحامض اللي كطلع ريحه واعره من الروائح اللي كيحمقوني هو ريحه الحامض منعشه. المهم ها نتوما خلطناهم شويه، دابا غادي نبدا نضيف هذاك الزيت وحنا في نفس الوقت كنخدمو. باش كتعجبني هاد الحليوه هادي ساهله ماهله، كلشي كيتخلط كلشي دقه وحده. المهم عاوتاني في هاد المرحله هادي غادي ندوزو باش نبداو نزيدو الكوك، وغادي نزيدو السميده، وغادي نزيدو هذيك شويه الملحه والخميره اللي عندنا تدريجيا. بعد ما ضفنا جميع المكونات الجافه ها نتوما كيفاش كنحصلوا على داك الخليط، دابا اش كنديروا؟ كنغطيو بواحد المنديل ونخليوه يرتاح تقريبا واحد 6 دقائق هكا، لان ديك السميده كما تعرفوا راه مازال كتشرب واحد شويه وكتخثر لينا الخليط ديالنا اكثر واكثر، يعني ما غاديش ندوزو نشكلوها دابا. بعد ما خلينا الخليط ديالنا يرتاح وتجمع واحد شويه، دابا غادي ندوزو هنايا ضروري ملي كنقولوا غريبه كنقولوا سكر كلاصي ديالها وجد الصينيه. المهم بالنسبه للقياس اللي غادي ندير انايا كيكون قد هكا، هذا الخير والبركه، لان كما تعرفوا راه مازال هي كتزاد القوام ديالها في سميتو في الفران مع الخميره وداك الشيء. المهم كندوزو كنفندوها بجوج جويهات من سميتو، كنحطوها في الصينيه وكنضغط هكا فقط، لان راه هي راه مازال كتنزل راكم عارفين على طريقه الطياب، راه غادي نشرحها لكم ان شاء الله باش تجيكم ناجحه ومضمونه 100%. المهم ها نتوما هذا هو القياس، كندوزو نمرمرو مزيان، نحطو في الصينيه نضغطو فقط بحال هكا ضغيطه خفيفه صافي، وغادي نكملو ان شاء الله بنفس الطريقه باقي كميه العجين.
هنا دابا غادي ندوزو نهضروا على اهم مرحله واللي هي ديال احتياط الغريبه اللي بزاف كيغلطوا فيه. المهم الطريقه راه بسيطه، تبعوا غير هذه الخطوات اللي غنشرح لكم. كتشعلوا الفران، تسخنوا على درجه حراره 180 حتى كيسخن تماما، من بعد كتدخلوا الصينيه ديالكم كتهبطوها واحد شويه لتحت وتشعلوا عليه من الفوق، من الفوق عقلوا 6 دقائق من الفوق حتى كتبان لكم بدات كتشقق شويه. من بعد كتعاودوا تطفيوا الفوق وتشعلوا عليها من التحت 6 دقائق اخرى، يعني المجموع ديال الطياب كامل غير 12 دقيقه، 6 من الفوق و6 من التحت. من بعد كاين اللي كتقلبها كتبان لها باقي ما شاداش في راسك كتبقى تزيد عليها الوقت، لا هي فاش كتخرجوها راه كتكون باقي هي سخونه، داك الصهد ديالها راه كيرجع عليها وراه السميده راه ما كتبغيش الطياب بزاف، هذاك الصهد عليها كيرجع عليها وكما نقولوا كتشد في راسها اكثر. انما الا خليتيها حتى تماسك تكمل الطيابه كامل مكمول في الفران، راه فوق كتخرجيها كيضرب هذاك البرد صافي كتقصح كتولي قاصحه ما كتبقاش فتيه. المهم هادو هما النقاط المهمه اللي بغيت نشارك معكم على طياب الغريبه. بعد مرور 6 دقائق ها نتوما حليت عليها، بغي باش نوريها لكم. صافي ها نتوما كلها تشقات من الفوق، دابا غادي ندوز مباشره نشعل على ديك 6 دقائق ديال التحت تكملها صافي صافي نطفي عليها. الغريبه ديالنا صبحت واجده، المهم دزت قديتها حتى هي هكا فواحد البلاطو، غادي نخطيها ان شاء الله باش ندوزو بها كويس ديال اتاي في العشيه. ويا لالا دابا غادي ندوزو لتحضير الطبق الرسمي. كما تعرفوا اختكم انتصار بدون افتخار ولات خبيره في اطباق الرز، صراحه خاصني نحل شي مطعم اختصاصه الرز والله الا وليت كنبدع فيه. كما كنقولوا ملي كتشدي غير لاباس ديال الطياب ديالو داكشي كتولي كتضيفي اللمسه ديالك. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد مولاتي الطبق لا حضرتوه لناسكم وضيوفكم، كلوا اكيد غادي يشكروكم وغادي يدعيو معكم وغادي يطلبوا الطريقه لانه كيجي واعر. ولكن تبعوا هاد الخطوات، تبعوا المقادير، تبعوا كاع النصائح والملاحظات اللي كنشارك معكم، ان شاء الله غادي يجيكم من داك الشرف. المهم ما نطولوش الهضره، يلا بسم الله تعرفوا على المقادير. كمكونات ان شاء الله غادي نحتاجو، نبداو بالعطريه او الخلطه التوابل باش غادي نسمو ان شاء الله الطبق ديالنا. عندي هنايا عويدات ديال القرفه كما تشوفوا، عندي تقريبا هنايا واحد جهد ديال 6 العويدات ديال القرفه، لان الكميه اللي غادي نصايب شويه كبيره. بيان سيغ راه كل واحد راه كينقص على حسب الكميه اللي غادي يحضر. عندي هنايا وراق سيدنا موسى او ورق الغار، هنايا القعقله او حبه الهيل ولا الحبهان، المهم كل بلاد شنو كيسميها. عندي 10 الحبات ديال الاعواد ديال القرنفل. وبالنسبه للتوابل، توابل عاديين جدا اللي متوفرين في كل دار، واللي هي معلقه عامره ديال التحميره، البزار، الخرقوم او الكركم والملح. بزاف كيقول لي علاش هذا غوز، حيت هذا ملح الهيمالايا هو اللي كنستعمل في الطياب. المهم هذا الرباعي هذا راه ساهل وبسيط. هنايا بالنسبه للثومه كنستعملوا تقريبا 6 حتى 7 الحبات كبار ديال الثومه، اللي كما تشوفوا راه ما كتجيش بالمره الطعم ديالها زعما طاغي بزاف سميتو، لان ما كنحكوهاش كنخليوها غير مقطعه هكا طريفات، وهي سبحان الله العظيم كتذوب مع 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 المرقه. المهم هنايا قطعتها. عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس، هذا فقط للتزيين. عندي هنايا سوا ديروا جوج بصلات متوسطين ولا وحده اللي تكون فريمون كبيره، بصله كبيره اللي كنقطعوها هكا بشكل طولي. وهنايا عندي واحد زلافه ديال الزبيب، الزبيب اللي غسلته ورقدته في شويه الماء وسقطرته. هنايا عندي 4 الحبات ديال الجزر خيزو، اللي كما تشوفوا حاولت نحيد القلب ديالو قطعته بالموز بحال هكا، شرائح رقيقه هكا صبيعات رقيقين. هذا ان شاء الله حتى هو كيعطي واحد اللمسه خطيره لهذا الطبق هذا. وبيان سيغ التزيين كيبقى اختياري، تستعملوا اي نوع ديال المكسرات، انا كان عندي هذا الكاشيو هذا دزت تقليته. وبالنسبه للحم اللي تستعملوا دائما من الاحسن تاخذوا هكا اللحم اللي تكون داخل فيه شويه الشحمه هكا طريفات صغار ديال العظام ولا هذا، كيجي زوين بحال هاد الانواع ديال الاطباق ديال الرز. غادي نجيو دابا لاهم حاجه واللي هو الرز. شوفوا الا ما توفرش عندكم هاد الرز بسماتي، انا عارفه في المغرب ما عرفش واش باقي يعني ما موجودش ربما بزاف، تقدروا تستعملوا الرز كلاصي راه كيجي خطير. انا بعض المرات راه كنستعمل غير الرز كلاصي. بالنسبه للكميه خديت انايا 4 الكؤوس ديال الرز، اللي كما تشوفوا كتحاولوا تغسلوا على الاقل واحد 4 المرات باش كتحيدوا منه هذاك النشا، حتى كي الماء ما كيبقاش بيض، هذاك النشا راه البنات راه هو اللي كيعاون ان الرز يتعجل لكم بعض المرات في الطياب. يا بسم الله، اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي الطهي ديال سميتو ديال اللحم. كدوزوا هنايا كديروا تقريبا واحد جهد 4 كاس ديال الزيت، كدوزوا كتزيدوا هذيك البصله، هاد البصله هاد الثومه هادي ما غاديش تبقاو تشوفوهم في الاخر سبحان الله العظيم كيذوبوا تماما ما كيبقاوش يبانوا. غادي نزيدوا هنايا العطريه المنسمات، كلشي كيتزاد خطره وحده.
وبيان سور اللحم. دابا اللحم غادي نخليه هو الاول يطيب، الروز والزبيب وداكشي كيبقاو اخر حاجه. غادي ندوز نفحل نقولوا نشحروا بعدا واحد شويه مع البصله والعطريه وداكشي. هنايا بعد ما شحرت هذاك اللحم واحد 4 دقائق على جوج جوايع، دابا غادي ندوز باش غادي نمرق. المرق دائما كما قلت لكم كنحاولوا نمرقوا بماء سخون وكنمرقوا من الجناب، ما نجيوش نبقاو نخويو عليه هكا، لا غير من الجنيبات بحال هكا كيتغطى لنا داك اللحم. صافي، وغادي ندوزو دابا باش غادي نسدو عليه الكوكوط. الكوكوط تقريبا واحد ما بين 20 حتى 25 دقيقة. المهم راه ديك الساعة ملي كتحلو كتقيسو اللحم، راه خاصو يبان لكم انه فتيل. المهم هنايا بالنسبة لهداك الطريفات ديال الخيزو، هادو ما غاديش يطيبو مع اللحم، هادو غادي ندوزو ندير لهم نص سلقة فقط، يعني نص سلقة. غادي نوريكم واحد الطريقة ان شاء الله باش غادي نعسلوهم ونقانيو بهم الطبق ديالنا. غادي ناخدو عويد صغير ديال القرفة وتقريبا معلقه صغيره كذلك ديال السكر باش تجي منسمه في السلقه ديالها. وغادي نخليوها تقريبا واحد 5 دقائق وغادي نطفيو عليها ديك الساعه. طفيت على داك الخيزو خليته يتسقطر مزيان مزيان، زدت عليه دابا واحد طريف هكا ديال الزبده، مقدار واحد معلقه هكا كبيره. ولا بغيتو تعوضوها بالزيت كيبقى لكم الاختيار. غادي نزيد عليه هنايا شويه ديال القرفه وغادي نزيدو عليه مقدار معلقه كبيره ديال السكر. الحلاوه كترجع لكم نتوما. صافي، وغادي ندوزو نعسلوه مزيان فوق البوطه وعلى المهل، ما تجهدوش عليه، بقاو نحركو حتى كيبان لنا كيتعسم كيكمل طيابه. دزت حليت هنايا على اللحم، قلبته لقيتو صافي طايب. علاش كما قلت لكم كنخليوه حتى يكمل طيابه؟ لان الروز راه دغيا دغيا كيوجد معاه، يعني ما كيشدش واحد الوقت طويل. دابا هنايا كما قلنا هذوك 4 الكيسان ديال الروز كنستناه مزيان. غادي ندوزو كما كنقولوا دائما العبار ديال الكاس ديال الروز في جوج كيسان ديال الماء، زلافه الروز جوج كيسان دائما بالضبط. المهم انايا مع شاده داكشي عيني ميزانيه عابره كلشي في هنايا في هذا المقراج هذا اللي غليته. كندوز غادي نغطي على الروز. هنايا الزبيب غادي ندوزو نزيدوه من الفوق، ومن الاحسن قبل ما ترجعوا تسدوا تاخذوا واحد معلقه تذوقوا المرقه واش مزيانه الملحه مزيان كلشي هو هذاك. شي الا كانت اضافه تقدروا تضيفوها دابا فهاد الوقيته هذه. صافي، غادي ندوزو نسدوا على الكوكوط ونخليوه يكمل طيابه. من الاحسن ما ديروش الصفاري، يعني غير تسدوا الكوكوط ديالكم وتخليوه على المهل تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه، راه كيكون واجد بلا تحراك بيان سور. هنايا وجدت واحد الشليضه خفيفه ظريفه وكتجي زوينه وسهله. المهم الخس، الخيار، مطيشه، الفلفله، جبل الفيطه اللي قطعته بحال هكا، المهم تقدروا ديروا الزيتون مايس عطى الله ما يزاد فيها. ودرت عليها واحد لاصوص اللي جاهزه كتجي فيها الملحه والبزار الخل الزيت البلديه وكيجيو فيها بحال واحد التشكيلات الاعشاب كتجي بنينه فيها. درتها هكا قلفوق، قديت واحد الطبيصل هكا مشكل ومنوع ديال الفواكه. سبحان الله العظيم الالوان الفواكه ملي كيتحطوك مع بعضياتهم كيعطيو واحد التشكيله، واحد التشكيله فنيه سبحان الله العظيم من صنع الخالق، الوانهم كتجي واعره. وكيف العاده اهم حاجه كنحاول نحرص عليها قبل ما يوصلوا الضياف واللي هي شنو هي التبخيره. يا لالا ضروري من البخور معاك بتعرفوا كتولي الدار معجعجه بريحه الطياب، سورتو ملي اللي عندهم ديور هكا اوبن كونسيبت المرح محلول على الصالون على الكوزينه، من الاحسن ضروري كندوزو نديرو هاد المبخرات هادو. الله 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 على ريحه شي كتحمق كتحمق غزاله. ها نتوما تبخروا لي مع راسكم الزينات، نتوما الاولين ها ها نتوما تبخروا. كضحكوا لنا البنات كيقول لي راه كنقربوا نيفنا، ها نتوما انا قربت لكم كاع حتى لنيفكم غزال. عرفتي واحد الريحه ما شاء الله تحيد لنا ديك الريحه الطيب كامله. ها نتوما واحد النظره على هذا الجو هذا ديال اليوم. اي واحد الشتي وبدات خفيفه لعشاق الاجواء المشتويه. الاجواء الشتويه. المهم هي قالوا لك اليوم زعما لا ميتيو غادي تبقى تصب شويه تحبس تصب شويه. المهم ها نتوما نيت مسكين الكازون كان صفار واحد الوقيته عرفتي، ولا واكح واكح بحال شي صحراء قاحله ولا كله صفر. دابا مسكين عاد بدات كترجع فيه الحياه شويه. هو مسكين واخا كنسقيو زعما ابراهيم صراحه كيقابل الكازون ويسقي وشحال لي برودوي وكلشي، مي زعما الا ما خداش هذيك الشتا زعما المال كثير والو ما كيقضيش فيه. الحبابه ما وصلوا شرفونا ونورونا كيف العاده، المجيه ديالهم عندنا بالدنيا صراحه كندوزو مع وقيته زوينه واللي هما لافاميت ابراهيم. المهم كما تشوفوا كيف العاده معمرهم ما كيجيو بيديهم خاويين، تبارك الله دائما كيجيو مساكن محملين. المغاربه معروفين بالضيافه وبالكرم داكشي، وكما قلت لكم هادشي هو اللي كان موجدين هما البيكنيك، ولكن كما نقولوا ما كتبش. المهم كل هما دو فامي كل واحد شنو جاب، جابوا لنا هنايا لالا الكبده مشرمله على حقها وطريقه عرفتي، عندهم واحد التشرميله. المهم هذا السي سعيد هو اللي كيتكلف نعيمه انت الله يعطيك الصحه، ها هو تا هو صايبات لنا هنايا الكفته والبصله. المهم كيصايبوا عندهم تشرميلات فنيين ديال اللحم، حتى شي نهار ونسولهم اشنو كيديروا ليهم.
هنايا غيتا وتا هي اللي عطات حاجه في المركز. هنايا جابوا لي سلطات كلشي، ولكن بلاتي خاصني نوريكم اهم حاجه. جات ليا هنايا الجدر ديال فليو، عتي ريحتو اش غادي نقول لكم، كتحمق كتحمق. قلت لها زعما واش ما مشاش الحال زعما على الغرس ديال الفليو، قالت لي راه تقدري ديريه في الدار. المهم جبتو نيشان خشيتو هنايا في واحد الكاس الماء، على الله يا ربي يصدق ليا نديرو غير في وسط الدار. شكون اللي فايته مجربه هكا تزرع هذا ولا النعناع في وسط الدار وصدق ليها. المهم انا غادي نجرب، ما بغيتش نضيع الجدر، غدا ان شاء الله نحاول نمشي نشري التراب ديالو. هنايا جابت لي حقيت النعناع، وما تبارك الله راه ديال الغله عندهم، الغله عندهم في الجرده تبارك الله كيزرعوا كلشي في الجرده. هنا جابت لي النعناع، جابت لي الفليو ان شاء الله باش غادي نصايبو اتاي. هنا جابت لي الطوماط سيغيز والمطيشه، هادو حتى هما زارعينهم عندهم في الجرده. والخيار شوفوا تبارك الله الخيار حتى هو، تخيلوا معايا دي زراعه الجرده ديالها. قلت لهم والله يعطيكم الصحه تبارك الله ما شاء الله زعما داكشي جابوه بقال. هنايا عاوتاني هذا جبت لي داكشي اللي غادي باش غادي نشويو مطيشه البصله الفليفلات داكشي كلشي زارعينو. وهنايا الدلاح الدكاليه انا كان ابراهيم قال لي لصق لي الدكاليه هنايا، وجابوا هنايا الخبيزات سخانين باش ان شاء الله غادي ناكلوا فيهم الشواء. ايوا الخير والبركه تبارك الله، الله يخلف عليهم الله يقوي عليهم. انا حنا قادين يا لالا، شوفوا لي هادشي جابتهم شرمال مقاد على حق طريقه، البصله الفلفله داكشي اورغانيك. هنايا الكبده، المهم راه تبارك الله جابوا خير ربي. نعيمه ديما عينك اختي كبيره، انتي عينك كبيره نتوما الله يحفظك لينا. قلنا هذه اللي قلت لهم خاصني نقولها لهم، قلت لي واحد المكون عجيب اللي صدمتيني كديري فيها. شنو بصله حمراء وبيضاء؟ بصله حمراء بيضاء اييه، تقطعيهم مزيان والربيع اييه قزبر معدن هذا الربيع قلتي تجرده تا هو اي تا هو تشرب والثومه هذيك الحمراء اييه وديري بيضاء. الثومة الحمراء والبيضة اييه لا الثومة الحمراء وديري بيضة بيضة راه هذا هو المكون العجيب اللي قلت لكم تصدمت. قالت لك كدير بيضة مع الكفتة باش كتجي قالت لك مجموعة وكتحيد حتى الزفورية ديالها زوينة الله يهلا. وتديري البزار الملحة التحميرة داك الخرقوم البلدي اييه وتحكي شوية ديال الزعفران تسخنيه وتحكي وتروحي معاه وتخلطيه الله يهلا. قالت لك الله يهلا داك الخرقوم البلدي ماشي داك ديال عرفت 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 كاين اللي ما تيديروش تنديرو انا هو البزار والتحميرة والكمون صاف وشوي كيكه ديال الزيت العود زيت العود كاين اللي ما تيديرهاش الله يلاه داك الصحه ترى تبارك الله داكشي مغربي لا ما يمشوش كبده ما درتش البيض صافي نفس العطريه نفس العطريه صافي وهي جبتنا خبيزات على فينوازا فينوازات فينوازات خاصهم الطون لا خاصهم الطون حيدوا عليا هادشي والله عيط لنا مول الطون والحر حيدوا عنا هادشي خلينا في الصحيح راه كاين الزيتون والله ها هو تما الجدير يا لالا تما مرقد هذا انت سيسار اختي اختي هذا هو البوكي البوكي اللي جابوا لي لا غادي يشوفني شي حد يعتب عليا من صحاباتي راه تما تاخذوا حقكم ها هو الروز ديالنا صباح جاهز كما كتشوفوا اهم حاجه كما كنركز عليها طيبوا وعلمها وما تجهدوش ما تجهدوش العافيه وما تحركوش كتخليو حتى كيكمل طيابو يكمل وقته ها هو داك الخيزو بعد ما حتى هو عسلناه دابا بسم الله لحظته التقديم تبارك الله شوفوا شوفوا ليا الروز الحبه على الحبه تبارك الله ما شاء الله شوفوا ما كيجي لا محرق لا حتى شي حاجه هنا 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 شي خطير دابا كندوزو كناخدو هذا الجزر هذا اللي عسلناه يعطي واحد كما قلت لكم واحد النكهه واحد اللمسه خاصه لهذا الطبق هكا صافي وموراها ما نساوش كما قلنا ديك الرشه خفيفه ديال المعدنوس تي كتعطي المهم كيجي داك اللوينات زاهين كيجي المنظر ديالهم فن بحال هكا واخر خطوه واللي هما المكسرات سوا اللوز سوا ديرهم ميكسيين كيجيو كلهم زوينين تبارك الله والله ما كرهتكم تذوقوا من هذا الطبيصيل هذا للاسف اليوتيوب اليوتيوب خاصو يخرجنا بزاف لي زوبسيون اوبسيون ديال الشم اوبسيون ديال الذوق خاصو يكمل لينا الحواس واهم حاجه كما قلنا منين كنساليو هي نقيو الجنيبات ديال الطبصيل بعض المرات ما كنردوش ليها البال صافي هانا تبارك الله ما شاء الله ها هو السي الحاج ديالنا تبارك الله على مشوايه مصوصيس ها انت هنا ما بقاش بعدا باش زوينه الطبيقه هذه كيدير فيها الفلفله والمطيشه باش كتبداش كدير زوينه كتجي فنه باش كتسخن داك الشيء هنايا ستفتي لنا داك الشيء زوين جميل جميل رائع واحد ماضي عمرها تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك
قال كتعرق زعما تعرق صح زيدكم هاد التغم هذا قال لك غير كتعرق حيت بصح الكفته ما خاصهاش تكمل زعما داك تحرق هو مزيان باش كتبقى مفتيه شويه حنا ها هي صبحات جاهزه يا سلام يا سلام ها هما الكفتات هانتوما راه ها واحد النحيلات لا النحيلات والله هذه الصوص اللي رقدات لنا فيها مطيشه وبصله وداك الشيء راه حتى هي ما ضاعتش حتى هي راه هي الكبده وداك الشيء بالخضره يلا مرحبا بكم تفضلوا ها هي المغربيه حاضره معانا يلا تفضلوا تفضلوا شخصو الكبده الكبده هذه على تبرد اه خاصها تكسخون كلشي الكبده ما تعطروش من ديرو كواش يا فات الكبده جاتك فاس الله على السيمون الشوايه تبارك الله عليك المهم حنايا الحمد لله قادينا طبيلتنا وقادينا جيراننا لانهم كانوا جالسين في الجرده قادينا لهم كل شيء داكشي اللي قادين الحلاوي ما تقولهاش كاين داش طوموبيلتهم كاينه طوموبيل المراه للاسف للاسف ماشي مشكل المهم هما البلاطو ديالهم قادينه ليهم قال لي ابراهيم بلاتي بلاتي ربما يكون الراجل اللي خارج رجعنا صونينا لقينا المراه كاينه قلت لي والله الحمد لله بعدا باش لقاو الماكله باقا سخونه دابا غادي نرجعوا نصايبوا عليها واحد مولاتي البراد في يدين من اللي يدين ديال انتصار علاش ما يكونش من يديك احسن وحده كتصايب حتى هي انتصار داكشي اللي كاين العالم العربي والاسلامي والافريقي اش كيصبغ فيا بعد الجلسه الجميله على الهواء الطلق وخا نهجم علينا واحد الفرق ديال المحل لا ضغمه في اليد ويد كتنش ما عرفتش منين نهجم علينا المهم هانتوما عاد هاد بعد هاد اليامات المحل كيدور دز دابا صايبنا واحد بريره اتاي المهم كيما نقولوا جماعي كبير هذا تقريبا اكبر واحد كيهز ليا هانتوما ملقم عرفتي شوفوا عرفتي هادو والله ما كرهتكم تشموهم قالت لي نعيمه شنو الطريقه حكي 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 نحكو 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 عرفتي على ريحه طالعه اوف 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 المهم هادشي صراحه ملي كتكون شي حاجه مزروعه على اليد راسك ما بقاش يضرب رفيت شاربه عندك واحد النهار مشينا عند صايبته لينا مشات قطعته من الجرده نيشان في الكيسان صايبتنا الكيسان نهار كنت غادا للمغرب صايبتنا واحد مولاتي الكيسان مزال المهم مسكينة دخلت معايا كتجري معايا للمطار الله يخلف عليك مسكينة تخالطي يا لالا المهم هنايا عندنا بلاطو ديال الفقاص البلدي الفقاص راه ديجا صايبته معكم شحال من مرة هنايا شوية الفاكهة مخلطة حليوة سيغ ميمكنش لنا نساو هاد البلاطو هذا ديال هاد الحليوة محبوبة المغاربة فنة فنة الغريبة كما تشوفوا كتجي بنينة ومعلكة حولنا المجلس من تما جبنا هنايا قال لك حتى الرجال بغاو يتفرجوا يا لالا ميسي ميسي لاعب هو شادين لهم في بالهم حولنا الطبلة على وعدنا وسعدنا مرحبا بكم الزوينية ها هي موجودة هي واحد الكتكوتة هو عزيزي مول البراد يوتيوب بيبل ديال الفيديو يلا تبارك الله عليك السي مول البراد اكيد مع ما حاضرينش معنا غير عشاق الشاي المغربي حاضرين معنا حتى عشاق القهوه المعطره هانتوما ياك شميتها بعدا هانتوما البلاطو ديال دولاراما هانتوما حاضرنا درت حقو سهل والله الا جا زوين الشيء جا اصوغته 4 دولار هنا معايا القات حطينا الطويصلات اتاي اختي التفركيت والزق هادو الكادو ديال العزيزه الحاجه ماما ابراهيم الله يعطيها صحيحتها مسكينه الحاجه مسكينه كانت عطاتهم ليا كادو بطبيصلاتهم هانتوما داكشي هاد الشيء فراشك هادشي كنجبدوا الناس العزاز والله هايل هاد الحطات هادو كنجبدوا مال الناس العزاز مزيان ربي سمزوز ربي يحفظك اختي نعيم معكم مره اخرى اش غادي نقول لكم دازت واحد العشيه بسلامتكم غزاله كليسه خفيفه ظريفه جمعنا ضحكنا نشطنا شدينا بعضياتنا مهم يعني كما نقولوا مره في الغربه كتحتاجي هكا واحد اللمه اللي كما نقولوا كتكسري بها داك الروتين سبحان الله العظيم كان حنا ناويين بلان صدق بلان اخر مي الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير بهذا غادي نكون وصلنا نهايه الفيديو نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون دوزتوا معايا نتوما واحد الوقيته زوينه حاولت نصور لكم الاجواء شويه بشويه على شويه من كل حاجه علاش ما قدرت بيان سيغ ربي كتكوني عندك الناس وكتصوري راه واحد كيما نقولوا كتكوني شويه مضعوخه ستريسي مي كيما كنقول لكم كنحاول دائما نعيشكم معايا في الاجواء اللي كنعيشها
غادي نخليكم هنايا تهلاو فراسكم، بوسه كبيره لكم، كنضرب لكم اكيد موعد فيديوهات روتينات وشي جديده. يلا باي باي.